من جديد أهلا بكم مشاهدينا. في هذه الفقرة نتحدث عن أضرار المضافات أو الألوان الغذائية على صحة الإنسان. كثيرا ما نسمع عن مضافات وألوان وصبغات تضاف إلى المواد الغذائية، لكن كثير منا لا يعلم أي انعكاسات سلبية على صحة الإنسان من جراء استخدام هذه المضافات والأصباغ والملونات المضافة للمواد الغذائية. في هذه الفقرة نناقش حقيقة هذا الأمر، وهل الأصباغ والملونات والمواد المضافة قد تضر بصحة الإنسان، ونتحدث بكل صراحة عن بعض هذه الملونات والأصباغ التي قد تؤثر سلبا وبشكل كبير على صحة الإنسان. معي في هذه الفقرة دكتور عطل قيسي، استشاري الصحة العامة والرعاية الصحية الوقائية. أهلا وسهلا فيك يا دكتور، ويسعد صباحك. يسعد صباحكم إن شاء الله. يعني منورنا أنت في قناة الكوفية وشرفتنا في برنامج صباح الكوفية. لكن قبل ما نبلش مع حضرتك في هذه الفقرة ونحكي أكثر عن المضافات والألوان الغذائية، اسمح لنا نخرج بتقرير نشوف من خلاله هذه المضافات والألوان والملونات الغذائية. مشاهدينا نذهب ونعود بسرعة لاستكمال الفقرة التي نتحدث فيها عن هذا الموضوع، خليكم معنا. أعزائي المشاهدين، مثل ما بنعرف إنه العين تأكل قبل الفم أحياناً، لكن مع ألوان الطعام الصناعية لا ينبغي أن نعتمد كثيراً على هذه المقولة. أسوأ ما بيتعلق في موضوع الألوان الصناعية هو ارتباطها بالعديد من اضطرابات فرط النشاط والسرطان، خاصة عند الأطفال. الملونات الغذائية هي أي مادة تضاف للأطعمة والمشروبات لحتى نغير من لونها وتحسن مظهرها. أيضاً بعض مصانع الأغذية تلجأ لاستخدامها عندما يختفي اللون الطبيعي للمنتج الغذائي أثناء التحضير. الأصباغ الغذائية الأكثر شيوعاً، واللي أشارت نتائج بعض الدراسات الغير منشورة إنها تسببت بظهور بعض الأورام لفئران التجارب، منها الصبغة الزرقاء رقم 1 تسببت بأورام الكلى، وتستخدم عادة في المخبوزات والمشروبات والحلويات والحبوب. كما أكدت العديد من الدراسات أن ألوان الطعام الصناعية سبب في ظهور أعراض القولون العصبي والأزمة والحساسية الجلدية والأكزيما وغيرها من الأمراض المستعصية. كما أكدت الدراسات أن العديد من الوجبات الخفيفة والحلويات الأكثر انتشاراً في الأسواق قد استخدم فيها العديد من الملونات الصناعية. نستبدل الألوان الصناعية بالألوان الطبيعية، يفضل استخدام الأصفر من الزعفران والأخضر من عصير السبانخ والوردي من الكرز والتوت والشمندر. زي ما بنعرف إنه الأغذية الجاهزة بمعظمها كالحلويات والكعك والبوضة والمخبوزات والتوابل والجيلاتين والمشروبات الغازية وبعض أنواع الجبن والعصائر بتحتوي على هذه المواد الضارة التي لا تخدم أي غرض سوى جعل الغذاء يبدو أجمل. لذلك يجب علينا الانتباه لأسماء الأصباغ المستخدمة في بعض المنتجات اللي بنتناولها. تقرير كتير كان مهم معنا مشاهدينا لإلكم، نوضح الأصباغ والمواد الغذائية التي تضاف لها بعض الصبغيات والألوانات. حقيقة الموضوع خطير ومقلق، خاصة لما بنلاحظ أنه في سلع ومواد غذائية تروج وتصنع فقط لفئة الأطفال. يعني الغريب في الموضوع كمان أنه المواد هاي بتكون خاصة للأطفال أكثر، أنه بنستخدم الصبغات والمواد المضافة. وحقيقة أنه بنعلم أو من خلال التقرير وخلال هاي الفقرة حنحكي عن خطورة استخدام هذا الشيء خاصة للأطفال، فأين جانب الاستهتار في الموضوع؟ إذا كانت هذه المواد خطيرة وضارة، فلماذا يسمح باستخدامها وإدخالها وصناعتها لشريحة الأطفال؟ دكتور مرة تانية برحب فيك معنا، الموضوع فعلا مقلق. صحيح. نوعا ما، يعني مثل ما سمعنا قبل شوي بالتقرير اللي عرضناه من شوي، يعني بنحكي عن إنه الصبغات هي الأشد
خطورة في استخدام المواد الغذائية الخاصة للأطفال، بس بدنا نعرج في البداية عن تعريف المضافات والصبغات الغذائية، الألوانات التي تضاف لإكساب المادة الغذائية أكثر جاذبية، أكثر جمال لشد الأطفال إليها. صحيح، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، وأوجه تحية لكل أبناء وطني وشعبي في الأسرى والسجون، وإن شاء الله لكم الحرية قريب إن شاء الله. الأصباغ والمضافات الغذائية صحيح موضوع مقلق وخطير جدا إذا لم ننتبه لإدارته ولا التحكم فيه. جميع المضافات الغذائية، في منها يعني لو عرجنا للتعريف صناعي، هي مادة كيميائية صناعية كانت أو طبيعية تضاف إلى الطعام بهدف تحسين خواصه أو مذاقه أو لونه أو طريقة حفظه أو مظهره الإنتاجي. في بعض الأطعمة يضاف المواد الإضافات هاي additives للطعام بهدف حفظه فقط، المواد الحافظه، وترقم على حسب الانترناشونال، وهذا حنحكي عليها ان شاء الله، هي ضروريه جدا اكيد طبعا. وفي بعض المواد تستخدم للالوان، يعني تكسب الطعام لونه اللي احنا بنشوفه طبعا المصنع اللي بنشوفه في الاسواق. وفي مضافات تضاف لتحسين نكهه الطعام مذاقه، سواء كان توابل، تقصد هنا نوع من التوابل؟ في صناعي طبيعي صحيح تكسبه الأطعمة، زي مثلا اللي بنحط على الشيبس، على موضوع الأطفال، الشيبس، شيبس بطعم الطماطم، شيبس بطعم الجبنة، شيبس بطعم الخل والليمون، أكيد. شيبس بطعم البربيكيو وهكذا. فهذه أطعمة صناعية أو مذاق تحسن نكهة المادة الغذائية، أو تضاف للمادة الغذائية لتكسبها نكهة معينة. نكهة الأندومي يا دكتور، نكهة الأطفال الأندومي بشراهة يتناول جداً. الأندومي، فنحن حنحكي عن الموضوع. شفتهم بيأكلوها حاف بدون طبخ، بدون طبيخ، بيفتحوا الباكيت ومن بس طالع، على أساس أنها زي الكراكرز هيك بسكوت، أو هي خطيرة جداً في مكوناتها، لو عرفنا كمان مكوناتها صعب جداً نتحكم في قابلية وشراهة الطفل لهذا الشيء، وهذا حنحكي فيه إن شاء الله. أكيد. المواد المضافة الثانية حكينا عن اللون، عن الطعم، بتكسب المادة الغذائية جودة أكثر. ليش؟ لأنه بكون مصدرها الأساسي أو الرو ماتيريال المصنوعة فيها، المواد الخام المصنوعة منها رديئة الجودة، فتضاف بعض المواد اللي بنحكي فيها لتحسين جودة الطعام هذا، لإكسابه خواص قابلة للبيع في السوق، وهذا غش. الكواليتي تكون كواليتي أفضل عند بالزبط. المستهلك يكون هو الكواليتي أقل يضاف إلها لتحسين الجودة تبعتها، ليكسبها كواليتي أكثر حتى يقنع المستهلك بشرائها. مثلا بعض الفواكه يا دكتور، خاصة البطيخ، فاكهة البطيخ لما بيحقنوها ببعض الهرمونات اللي غازات وهرمونات، إلى كبر حجم البطيخة أو نضوجها بشكل سريع. طبعا أنت صحيح. تقصد يمكن مثل هيك، على فرض أنه هاي في النباتات، هذه من بعض الأسمدة أو من بعض المضافات الكيميائية للمواد الزراعية، لكن فيما يتعلق بالتصنيع الغذائي موضوع تاني، في إلها خواص تانية. فيعني مثلا ذكر للحصر، مادة غذائية معينة موادها الخام رديئة الجودة، تشترى من مصادرها رديئة الجودة، ويقصد بها هنا من يعني رديئة الجودة كما هي موضحة تماما بالمعنى، يضاف عليها المواد الغذائية هاي، المواد الغذائية فتصبح بالعالية الجودة بهذه المواد، حتى الجودة. أنه يستطيع التاجر بيعها، وهذا طبعا هذا غش وتدليس أكيد طبعا، وهذا شيء حرام شرع، يعني أكيد. لا يقبله لا القانون ولا عندنا في دولة فلسطين هذا الكلام مقبول أكيد. فهذا يجب محاربته ويجب الابتعاد عنه، إذا حابين نناقش فيه. في أنواع كتير حضرتك ذكرتها من شوي كمضافات غذائية تضاف لأجل الحصول على نكهة، جودة عالية، مواد حافظة، مواد وإكساب حافظ. لون، لكن أيها أشد خطورة وتحمل انعكاسات سلبية على صحة نعم. الإنسان؟ المواد الحافظة، ليس كل منتج آمن 100%، لا يوجد غذاء، وهذه يعني شائعة في العالم، لا يوجد غذاء آمن 100%، ما في. ليش؟ لأنه كل الأغذية اليوم الموجودة في السوق، سواء كانت
زي ما حضرتك تفضلت في المزارع طبيعي ينتج طبيعي أو منتج صناعي يضاف إليه المواد هاي، يضاف إليه الأسمدة الكيميائية، يضاف إليه المرشوشات، يضاف إليه شغلات كتير جدا. فهذه مع مرور الزمن ومع مرور تناول أو تكرار تناول الإنسان للمادة هاي اللي مضاف إليها المواد الحافظة والمواد الملونة والمواد المنكهة أو المواد المحسنة لخواص المادة الغذائية أو إكسابها زي ما حكينا شيء معين، بينتج عنها الأمراض والمضاعفات على الزمن البعيد. مش معنى هيك أنه الطفل راح شرى باكيت الشيبس اليوم بده يصير مريض، لا، هو التتبع تبعي خلينا نقول أثر تراكمي تراكمي، نعم، الطبع طبع الطفل انه يشتري بس المادة هاي، هو بحب بس زي ما حضرتك تفضلت الاندومي، بياكل اندومي اندومي اندومي، فهذا بصير تراكم على مدى المدى البعيد السموم اللي في الجسم. فبعض الأغذية في وزارة الزراعة بتمنع استخدامها نهائي، المبيدات او بعض المواد المضافة للمزروعات ممنوع استخدامها نهائي اصلا، فبعض محظوره يحظر دوليا، محظوره اكيد انه يتم نعم. استخدامها، فبالتالي امان، اذا احنا في امان، اذا في ضبط وفي رقابه على هاي المنتجات سواء كانت المزارع او المصانع الغذائيه، واكيد في ضبط وربط في انها مواصفات مهيئه المواصفات والمقاييس الفلسطينيه والجوده يعني والجوده الفلسطينيه، نعم، كل هذا محدد بالقانون ويلتزم فيه المصنع أو المزارع أو المنتج، ولكن يوجد هناك بعض التفاوت بالنسبة للأمور اللي ما عندنا دراية أو خبرة كمواطنين في تناولها. في بداية حديثنا يا دكتور ذكرت أنه المواد قد تكون صناعية تضاف إلى المواد الغذائية وقد تكون طبيعية. طبيعية، كيف ممكن نستبدل المواد الصناعية بأخرى طبيعية وأكيد حتكون هي ما تحمل ضرر بالتأكيد على صحة الإنسان وخاصة فئة الأطفال؟ أكيد المنتج الطبيعي أو اللون الطبيعي أو النكهة الطبيعية زي ما شفنا في التقرير، المستخلص من البهارات المستخلصة من النباتات والأشجار، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار انه مش كل مستخلص نباتي امن كمان، لانه في مستخلصات من النباتات سامه جدا، وبالتالي لا يجب استخدام هاي المنكهات او الملونات الطبيعيه الا باشراف تام او موجود عليها طريقه الاستخدام يسمح باستخدامها. يسمح يعني على فرض الفيتامينات، افرض الكل بياخذ فينا فيتامينات، لو حسب الارهاق بياخذ فيتامين، لو راح على طبيبه طبيب العائله بيكتب له فيتامين او فاتح شهيه زي ما بنسمع، لكن هذا لا يعني انه انا جسمي يحتاج كل هذا الكم من الفيتامينات او من المضافات كادويه، وهذه بيضيفوها على بعض الاطعمه المحسنات الغذائيه زي ما بنسمع البسكوت المدعم بالحديد او المدعم بالكذا او الملح المدعم بالفلورايد او هاي القضية شو خطرتها يا دكتور؟ بما انه حضرتك ذكرتها وكثير بنسمع عن صحيح. حليب مدعم بالفيتامين، حميد حديد مدعم بالكالسيوم، بالكالسيوم صحيح. فإحنا نوضح هاي النقطة، هل في خطورة من هذا الشيء؟ هو الخطورة تكمن في عدم الرقابة على تصنيع وإضافة هاي المواد، لأنه في الدستور الأمريكي للفود أند دراج أدمنستريشن أو FDA زي ما يرمز له، وفي قوانين الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الصحة العالمية، اجتمعوا التنين هدول وعملوا الدستور تبع النظام اللي بيحكم المواد المضافة والمواد. في نظام أوروبي، وإذا بنلاقي بنشوف على المواد الغذائية أي مادة أو رقم بيبدأ بحرف الإي إي كذا إي كذا، فهذا النظام المعمول فيه في الاتحاد الأوروبي. في النظام الأمريكي بيكتبوا اسم المادة كامل أو رمزها بدون الرمز إي عشان تتفصل إنها هاي النظام الأمريكي. في نظام منظمة الأغذية العالمية الفاو ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بالصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية، التنين اجتمعوا على دستور واحد وسموه الكوديك. الكوديك هذا بدي المواصفة اللي حضرتك تسأل عليها، بدي المواصفة بالتركيبة بالجرام بالعيار بالكم والنوع للمضافات الغذائية اللي تضاف ومتى تضاف وأين تضاف وكيفيتها. فبالتالي الدول هاي طبعا توزع على الدول الأعضاء الأمم المتحدة وتوزع على كل المنتجين في العالم، وعندنا في رقابة شديدة على هذا الكلام، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تأخذ أكيد. فيها فبالتالي توزع على المنتجين. الآن جودة هاي المواد أو جودة المادة الخام الغذائية المصنعة في الأساس هي اللي بتحكم عملية جودة التصنيع، فبالتالي لما تصل للمستهلك إجابة على السؤال
فمتى نأكلها أو كيفية أكلها؟ ولا يجب أنه يتعود الإنسان أو المواطن أو الطفل بالذات، إذا يعني تركيز الحلقة على الأطفال. فبالتالي توجيه الأسرة أو توجيه الطفل لشراء بالأفضل اللي خالي من المواد الحافظة. الأب يجب أن يراقب ويلاحظ هذا الشيء. طيب. في مواد كتير في السوبر ماركت مكتوب عليها العصائر البسكويتات خالي من المواد الحافظة، لكن في الحقيقة هل فعلا بتكون خالية أكثر من المواد الحافظة؟ يعني في منتجات أتحفظ عن ذكرها سبق، صحيح، إحنا خرجت على الأسواق مزبوط. بأنه هي خالية من كثير من الأمور التي قد تضر بصحة الإنسان. بعد إجراء الفحوصات الدورية تبين أنه لا، هي مشتملة على بعض المواد الحافظة التي تضر بصحة الإنسان. تمام. فكيف ممكن المستهلك العادي، المواطن البسيط، أنه يعرف بسهولة إذا المادة هي فعلا خالية من المواد الحافظة، أم أنه الأمر ما بيكون مكتوب بشكل دائم على غلاف المواد؟ هو يجب على المواطن الانتباه لشغلة معينة. في فرق ما بين خالي من المواد الحافظة وخالي من السموم. المواد الحافظة تضاف إلى الأطعمة بهدف حفظها من نمو البكتيريا والفطريات والخمائر اللي بتساعد على فسادها. هذا لا يشمل الألوان والأصباغ والأطعمة الأخرى. فمحسنات الأطعمة والألوان لا يشملها المواد الحافظة. المواد الحافظة موضوع تاني. فالمواد الحافظة جزء من المواد المضافة للأطعمة. فإحنا منقول خالي من المواد الحافظة، خالي من المواد اللي زي اللي بتعمل عملية المضاد الحيوي في الغذاء. وهي خطيرة جدا على الإنسان. في بعض التراكمات الصحية والطبية على المدى البعيد بتظهر هناك الأورام السرطانية، بتظهر مشاكل في الجهاز الكلوي، فشل الكلوي على المدى البعيد. طبعا هذا الكلام تأثيرها على وظائف الكبد والكلى، تأثيرها على الجلد، تأثيرها على الفم. فهذا طبعا على المدى البعيد. فالمواطن لما يشتري المادة الغذائية، بأنصح كل المواطنين وإخوتنا في الوطن الفلسطيني العزيز أنه يقرأ المنتج أو الجدول اللي بيكون مطبوع على المنتج والمحتويات من والنسب من المئوية لكل من سعرات. نعم. هو المواطن احترامي للجميع، المواطن مش هيقعد يتطلع في كل مادة ويحسب من ناحية مثلا مضافات غذائية تانية. يركز على انه المنتج، حتى بعض الشركات بتروج لمنتجاتها وبتحطها بدائرة هيك حلوة وكبيرة في وجه المطبوع ويقول خالي من المواد الحافظة. هذا على فرض انه نركز على المواد الحافظة. ايضا تجنب المواد الملونة بشكل كبير، الأصباغ الرخيصة اللي موجودة في السوق. يعني بتستغربي مثلا في منتج معين موجه زي ما حضرتكم تفضلتوا للأطفال أو لفئة الأطفال، حتى يغري أنه يشده يشتري اللون الحلو أو الريحة الحلوة أو الطعم الحلو أو الشغلات اللي زي هيك. هي هي هذا الهدف منها، بدون رقابة على جودتها من ناحية الصحة أو التراكمات السلبية في المستقبل على صحة هذا الطفل أم لا. فالجودة الرديئة تحتاج إلى دعاية أكبر، تحتاج إلى جهد أكبر من المنتج أو المصنع حتى أنه يبيعها ويغلفها بشكل حلو للطفل وبسعر زهيد. فأنت بتستغرب من قديش بده يكون هذا التكلفة أصلا في الأساس. بدون رقابة ما بينفع. فزي ما حكينا الدساتير والقوانين وضعت، ويجب على المنتج أو المصنع بالذات المواد الغذائية هاي انه ياخذ باله من الكميات والنوعيات. وطبعا اكيد في تحاليل بتصير بعد المواد الغذائيه ما تصنع، تذهب العينات الى المختبرات، وبالتالي بنعرف اذا في اضافات سلبيه او زياده عن اللزوم، وبالتالي بيتم مخالفته. طيب تمام دكتور، بما انه بنحكي وركزنا بشكل كبير على الملونات وبنشوف قديش السوق بعج بالمواد الغذائية الملونة لاستهداف الأطفال، وخلينا نكون هيك نحكي أمثلة بشكل واقعي حتى الأمهات معنا ياخدوا بالهم من هاي النقطة، خاصة المواد الملونة والسكريات، الجلي والمصاص الصغير، الأيس كريم. هاي قديه بتشكل خطورة على صحة الأطفال؟ إذا المنتج مصدره موثوق منه، يعني خلينا نحكي بشمولية حتى لا نضر بعض الناس. أكيد طبعا إحنا بنوضح بشكل من دون مسميات عمومي. أكيد من دون مسميات أو اتهامات. إحنا بنحكي فقط علوم علمية. أكيد. لا نتهم أحد ولا نقصد أي أحد. أنا إنسان واقعي وإنسان مستقل لا أنتمي له. أكيد إحنا بنحكي بشكل عام يا دكتور. فالشكل المواطن يجب أن يكون
حذر من ناحية المصدر. يعني إذا عارف مثلا مصدر هذه الجودة، في ناس بتفضل الصناعة مثلا كذا، أو المنتج المستورد من بلد معين، أو المنتج المحلي اللي من الشركة الفلانية. فالمقصود هنا الاتجاه الصحيح نحو الناس اللي موثوق في تصنيعها، وعدم يعني بقدر ما يعني قدر ما تستطيع الأم إنه تتجنب أي حاجة فيها مواد صناعية، ملونات صناعية. لو عملت حتى هذه الحاجات في البيت، واليوم قنوات الطبخ في الـ في الـ ما شاء الله يعني في الساتلايت، نعم كثيرة، يعني كثير في شغلات ممكن تستطيع الأم عملها، حلويات للأطفال. لكن هذا لابد منه إنه الطفل يشعر إنه بيشتري إشي من برا، بياكل الجيل الحلويات محبب لأنه هذا الشيء دكتور. يعني حتى لو الأم بدها تعمل حلا مميز لطفل واستخدام ألوان، إلا ما يروح يشتري، إنه خلص إلا ما يروح يشتري من برا، بده شيء من خارج البيت. نوجه الصح زي ما حكينا، نوجه الصح المصدر الموثوق من منتجه، مصدره اللي غير محتوي على المواد الضارة، طبعا في علم الأم والأب. نوجه الطفل، نمنعه زي ما تفضلتي أكتر ثلاث شغلات أو أربع شغلات خطيرة، مثلا المشروبات الغازية بغض النظر عن الاسم، شوشب العظام، محتوى الفوسفات كمادة مضافة، ذكرها مواد المضافة اللي حكينا فيها، يضاف إلى الفوسفات، وهذا بيمنع امتصاص الكالسيوم، وبالتالي بروح لهشاشة العظام. يعني حد ذات المشروبات الغازية، كل الغازية كلها تحتوي على الفوسفات. مثلا عندك الشيبس بأنواعه أو الأندومي بأنواعه، النكهات والمطاعمات هاي والألوان اللي محطوطة فيها، هذه كلها على المدى البعيد التراكمي بيعمل مشاكل في الأطفال. وبنلاحظ أمراض بتصير عند الطفل فجأة في سن، خلينا نقول الروضة وما دون المدرسة، وسن المدرسة بعدين المراهقة، لو قسمنا الأطفال في السن الوسط هذا بتبدأ ظهور هاي الشغلات. بنلاقي الأطفال، بنلاقي الأطفال عندهم اللي بيبدأ أحيانا تظهر أعراض اضطرابات النوم، أعراض العصبية، الجهاز العصبي بيتأثر في هاي التراكمات على المدى البعيد، غير فقر الدم، غير هشاشة العظام، غير بطء في النمو. أي أحيانا نستغرب هذا الموضوع. إذن طبعا خطورة إله إذا ما ترك شيء بالوقت الآني والحالي على الطفل من جراء تناوله هاي المواد الغذائية المضافة لها، الصبغات والملونات والمواد الحافظة والنكهات، صحيح، مثل الأندومي والشيبسي والمواد أو المشروبات الغازية، فأكيد حيترك بعد فترة من الزمان، وهذا الشيء حيكون بشكل واضح على أثر صحة سلبي. نعم الطفل. لكن هل إله علاج بعد؟ علاجه الوقاية، الوقاية، الوقاية درهم وقاية خير من قنطار علاج، دائما احنا هيك شعار. فهذه لا، هو يعني متبع في، احنا ناس الحمد لله ملتزمين، شعب واعي، شعب مثقف، يعي ما يفعل. فالامور تتجه نحو الوقاية والرعاية اذا نصحت انت الاهالي. وما فيش، انا متأكد ما في اي اسرة فلسطينية تريد الضرر بابنائها نهائي. فأنت لما توعي الأم وتثقف من خلال البرامج اللي في وزارة الصحة، التوعية، التثقيف الصحي، البرامج الإذاعية، برامج الراديو، برامج الإنترنت، أي مصدر بيقدر يصل للأم خلال المؤسسات الوطنية كلها العاملة فيها، الأم حتمتنع عن شراء أو توفير ما يضر أطفالها. كسبل الوقاية تانية، توجيه الأطفال نحو الصح. إذا كان المدرسة بنسمح له، في بعض، وحكيته كلام هذا في حلقات سابقة، انه في بعض المقاصف في بعض المدارس في الوطن بيمنعوا منعا باتا بيع المشروبات المعينة هاي او الأطعمة هاي المعينة للأطفال. جميل، نهائي اصبحت. نعم، في عنا امثلة كتير موجودة. أكيد أكيد. فهذا يجب ان يكون من ضمن المدرسة مكمل للبيت، او البيت مكمل للمدرسة باشراف الجهات المختصة، ونحترم رأي الجميع وقرار الجميع. وزي ما هي علبة الدخان مكتوب عليها مضر للصحة، ما هو المنتج، ما والاختيار لك، فأنت المواطن احكم على صحة أسرتك وصحة بلدك وصحة مجتمعك اللي إن شاء الله نزدهر فيه ونقوى فيه إن شاء الله. إذن هي حلقة متكاملة مترابطة بين أكيد. عدة أطراف، حتى نخرج بمجتمع صحي سليم آمن من أنه يقع في هاي المحظورات اللي بيناها، وخاصة اللي بيتعرض لها الأطفال جراء تناولهم للمواد الغذائية. والغريب في الموضوع يا دكتور أنه فعلا بيكون موجود على المنتج أنه مثلا موجود في مواد حافظة، وبرغم من هيك بتلاقي فيه إقبال على زاكية. زاكية ومراغبة فعلا.
فعلا يعني هم لما بضيفوا الطعم ايش الهدف منه؟ انه انا اضافه الطعم الجديد في جذب في طعم جدا هيك بتعود، بصير في علاقه ترابطيه ما بينه وبين المستهلك، مثل علبه الدخان مثل ما حكيت انه بيكتبوا عليها هي ضاره للصحه، وبرغم من هيك الافا وبشراها التدخين موجود. بالنهايه شكرا جزيلا يا دكتور شكراً على شكراً وجودك وحضورك معنا وعلى جمله النصائح القيمه اللي وجهتها خلال هاي الفقره. اشكركم. شكرا لحضورك دكتور عطا، من الاستشاريين الحقيقة في هذا الموضوع اللي لهم باع طويل في التوعية والتثقيف والرعاية الصحية. شكرا لك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام خلونا نروح لفاصل صغير جدا جدا وبنرجع وبنكفي فقرة أخرى من صباح الكوفية، ابقوا معنا.